سلام يا سعادة الباشا، شوية شاي بالهنا والصحة على بدر. بس يا سلام لو معاهم. بقول لك ايه، انت هتعدد ده شاي سندوتش حلاوة بالقشطة. حلو ليك يا باشا. رد. الو، لا انا مش عباس، قصدي مش عباس باشا. مين يا سيف؟ المحامي يا باشا. هات 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 توفر. ايوه، انت فين؟ هنا على الباب. فورا روح هات المحامي ومعاه واحد كمان، هاتهم لي وتعالى عليه. اوامرك يا باشا. هو انا جاي ومش عارف اللي عندي اذا كان هيفيد في حاجه ولا هيبقى مجرد ازعاج لحضرتك، بس المتر هو اللي امر قال لي ما ينفعش في التليفون. قول لي بالظبط ايه اللي عندك. انا فعلا قلت له ما ينفعش في التليفون لموضوع مهم جدا. فريد بيقول ان الحاج بابا الله يرحمه قال له ان الراجل ده كان جبروت لبس مراته قضيه مخدرات. فانا كمحامي ناجح طبعا ما سبتش تفصيله زي دي قفشتها، قلت لا ده دي لو تتبعناها ممكن نوصل للحل. فحضرتك ممكن تكون محبوسه عند سيادتك. محبوسه عند انا؟ اسمها ايه؟ اسمها استنى ما تقولش. اسمها مدام ليلى. مدام اسمها مدام ليلى. تبكير. امرنا يا باشا. شوف لنا عندنا واحدة مسجونة في المخدرات كده اسمها ليلى. يوه ده احنا عندنا 30 ليلى يا باشا. رايحة فين يا مرة؟ أنت مش شايفاني؟ يا ساتر هو أنت؟ ده أنت مش مرة، ده أنت مراتيزم. شايفاني جاية مخدرة. لا نسل داري. تعيدي عزرة تديني الرز؟ لا خديهم بس، خديهم مش عايزة. لا خدي. كل حبيبتي هتسامحوني بوسع ناخد كودي. انا قطعت جيتي قطعت. ما انا عارفاك يا ست قطعت، عارفاك كويس قوي. ماشي بس سمعت حد في السجن؟ لا. عارفه مين دخلك السجن؟ انت عارفه ايه اللي جابني هنا؟ اسالي نفسك، انت اللي جبتيني هنا. ما انا لو كنت شفت فلوسك ما كنتش شفت وشي هنا تاني. عيب يا اسطى دقدو، ده انت راجل ابن بلد وابن اصول وده مكان اكل عيشي. اعمل لك ايه عواطف؟ انا كل ما اسال عليكي في البيت يقولوا لي في الشغل، استنى لغايه لما ترجعي بعد نص الليل ما بتجيش، وانا بنام بدري انت عارفه. طيب بص يا اخويا، اتكلمت على الله وانا ان شاء الله. لا 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 أخ. الموضوع ده بقى كده باين عليه عوا وهيطول، وانا مش فاضي ولا ليا خلق. كن في علم احنا اللي بتوع محاكم ولا جاوي. دي سكة عايزة اللي يعيش لها، وانت كمان، انت كمان مش وش فضايح وجرس. اديك قلت اهو، لا وش فضايح ولا جرس. استر عليا الهي، استر عرض وليان. اسمعي بقى يا ست الناس، اسمعي، احنا بقى عندنا محاكم عالضيق كده، قعدنا وحكمنا وخلصنا، وعقوبة ابنك مش هقدر اقولها في وشك، عارفة ليه؟ لانك مش هتستحملي، انت برضه ام، ومش هيخلصك تترحمي على ابنك ابدا وهو صغير، صح؟ دكتور الرشيم. خلصي خلصي. حاضر يا اخويا. سلام. مالك يا بيه؟ ما بصلك بقى ليه؟ زعلانة منك. بقى ليه مني؟ وانا ما يخلصنيش يا حبيبتي. قول لي دعمان من بيتك اكبر من قدامه. مش مسيحتي في موضوع عبد الله، ما كانش العشاء. عبد الله؟ بس انت ما حدفتنيش يا حبيبتي. انت حدفتيني ان انا ما اقولش لحد؟ انا عرفت منك على طول ورحت مبلغه بعد بالبيت كله. ايوه لازم ارضعك. ايوه بس انا مفهماكي ومرسياكي، انا مش عايزه اجيب لهم سيره ليه؟ يعني دلوقتي بقى لو عباس بيعرف وطردني
اخس عليكي يا عواطف، يعني لما يكون عندك اي مشكله المفروض تقولي لي انا وجده، ولا انت فاكره ان انت ما تخصناش؟ شايفه انتي؟ شايف العسل العسل السريعوش اللي لازم يتقال من القعده والقعده؟ وانتي البصل وليه مطلعه مصل وريحه مقتله؟ وما ذلك برضه يا ستي انا مش نازل موضوع عبد الله، ما تفكري ان انا نسياه. اسمعي بقى يا ستي اللي احنا عاملينه عشان الزفت عبد الله ابنك. بص يا ستي الخطه كان ايه؟ ايه ده؟ لا عادي ما تتخضيش، ده العادي بتاعها. قطاطا قطاطا ايه الخطه؟ ايوه الخطه. بصي بقى يا ستي الخطه، بصي بقى الخطه. العربيه هتيجي تقف فين؟ تقف قدام باب البنك ماشي؟ ونميس وقف فوق السطح بتلاتة هليكوبتر وما وراها، وانت تروح داخلة بالحزام النافس وتروح داخلة مموت الناس وناخد احنا الدهب والفلوس ويروح على جزر براي. يعني الطيارة مورة وانا هخش بالحزام الناسف اموت الناس. ده انا اموت نفسي واخلص، وابني بقى بالطريقة دي ضايع مش كده؟ يا بنت الكلام اللي سمعته في اوضة النوم، اسمعي الخطة بجد بقى. احنا مين عاد الولد الاساسي؟ دؤدؤ. حلو قوي. بصي بقى يا ستي، انا بخصوص موضوع عبد الله ده قعدت فكرت ودبرت وجربت وعرفت بقى اعمل ايه. انا عرفته عن طريق صبياني وتلامذتي بعد السجن ان الراجل ده اسمه دؤدؤ. الواد ده نصاب، هو النبي نصاب اعلامي، وهو ده عدونا اللدود. طب عرفنا ان هو عدونا نعمل ايه برضه؟ اقول لك نعمل ايه؟ الحبيب ابعديه والعدو قربيه، يبقى احنا لازم ايه نقرب لينا الواد دؤدؤ. مين عدو عدونا؟ دؤدؤ. مين اللي اعتدى على الدكتور بتاعنا؟ دؤدؤ. مين اللي زنى ابنك عبد الله؟ دؤدؤ. بس يبقى احنا لازم احنا نجيب عندنا هنا دؤدؤ وناخد مننا حقه. خلاص؟ اسمعوا بقى الخلق. ناحية عواطف يا نصابة يا حرامية. ايه؟ هو البيت ده ما فيهوش راجل يرد عليا ولا ايه؟ دؤدؤ حرام عليك، ده مكان اكل عيش يا دؤدؤ. فلوسي يا عواطف اخدها النهارده. عيب يا دؤدؤ، مفيش اصول كده برضو؟ مفيش اصول من النهارده يا عواطف. ايه ده فلوسي؟ ايه ده؟ اوه كده هيتكسر مننا حرام. ايه ده؟ ايه اللي بيحصل هنا؟ ايه الهيصه دي؟ اكسكيوز مي، انت تطلع مين؟ انا دؤدؤ صاحب الدؤدؤ. طب وعايز ايه انت دؤدؤ؟ الست دي هي وابنها نصبوا عليا، ضيعت توكتوك قوتي قوت عيالي، انا مش همشي من هنا قبل ما اخد حقي. حقك؟ طب وحقك ده يطلع ايه يا اسطى؟ 40,000 جنيه. يا ضلالي يا نصاب يا اونطاجي، 40,000 جنيه يا راجل؟ انت مش ممضي ابني على ايصال امانه بثمن التوكتوك ب20,000؟ ايه ده؟ ايه ده؟ كان زماني عواطف قبل ما تنرفز واجي هنا. ايه ده؟ هو انت بتتنرفز ب20,000 جنيه؟ امال لو اتعصبت اخرسي. مش عايزه اسمع منك ولا كلمه. انا عمري في حياتي ما كنت اتخيل ابدا انك تطلعي نصابه. زي ما دخلتي البيت ده من الشارع هتطلعيه تاني. اتفضلي حالا تلمي هدومك وتطلعي بره يا كلبه. اخرسي ولا ولا بقى، يلا بره حيوانه. منك لله يا دؤدؤ. بره حق يا هاني. سوري مستر دؤدؤ، ما تقلقش خالص، اتفضل اتفضل. حقك هتاخده عشان البنت دي نصبت عليك. عارف نصبت عليك وهي شغاله في البيت ده، ودي كارثه لان البيت ده معروف عنده انه قلعه الحق والمستحق. بجد مستر دؤدؤ احنا بجد متاسفين، وي ار فيري سوري. خلص يا هاني، عايز حق فلوسي. اكيد حقك هتاخده. الله يرحمك يا انا. تعرف يا أسطى عمر ما كان في نصاب ممكن يهوب ناحية البيت ده طول ما هي عايشة. طبعاً هيهوب إزاي ده؟ كانت شديدة قوي، كانت قاسية، الكرباج ما كانش بيفارق إيديها. تصور حتى الخيل ما رحمتوش، كانت تفضل تنزل فيه ضرب ومن كتر الكبت والقهر خرج من الاسطبل وخرج عن شعوره ودخل هنا في الهون في الحتة حالك قاعد فيها دي بالظبط، وفضل يدوس عليها ويحرس فيها لدرجة إنها لزقت في الأرض. كان منظر بشع هنا بالظبط في الحتة دي، كان منظر بشع. ومن كتر ما لزقت فضلنا نكحت في الأرض، نكحت فيها كده
لغايه ما دفناها في الاسطبل لورا. الله يرحمك يا انا. الحقيقه الخيل ما غلطش، المهم دلوقتي يا هانم البرادس ولقت لك عواطف وطفينها في الاسطبل. لا لا لا، عواطف دي خلاص طردتها. حضرتك يا قسطى تحب فلوسك كاش ولا تشيك؟ كاش متينات شال حيز يعني. اوكي شور، ثواني وتكون عندك. اي ميس يو انا. ده اكيد صورتها بعد ما الخيل هرسها. ربنا يكحبك يا شيخه بطرح ما روحت. ايه السحنه دي؟ فوكس كمان النور قطع. انا عايز امشي من هنا قدامي، عايز امشي من هنا. يا دكتور يا ابني بالثقة، يا دكتور يا ابني بالثقة، يا ابني حكالاتك ميت فبركة. جاي بالخير ولا بالشر؟ جاي بالخير، جاي بالخير والله، جاي بالخير، جاي بالخير. كده أنا جاي بالشر، والمصحف جاي بالشر، والله جاي بالشر. إيه بس إن أنت جاي بالشر. أوه 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 أوه، يا صلاة أمانة، كنت جاي الصبح على عواطف أمنا، أنا عايز أمشي بقى. مش أنت اللي تقول إنه أستاذ عبادة منور؟ بس ده والله منور، والله منور، والله منور. محكمة الجن هي اللي هتقول وهتفسر المحكول، ويا من بعرض من بعد بيه من بعد 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 وجيت يا مولاك يا كبير عيط تبيت بطلبوني انا هتبطلبوني هاتوا على كوبي بطلب يا عيط يا مولاك يا كبير عيط. برافو قطقطة، شفت اللي خليته مع خايف ازاي؟ ربنا يخليك يا قطقوطة. خد يا موقوطة الوصل بتاعك اهو، هرجع يا حاجتك بقى. الحمد لله ربنا يخليك ليا وما تحرمش مني. ايه ده، ده النور اتقطع بجد. هلا هم خافين مني ليه؟ اح شفت شفت انا خضيت دوله ازاي؟ دوله ده كان بيرفس بعد ما عدي وعمل ودي ودي وكده كان خض. تيجي خد جدك؟ لا او النبي اتخض. لا حرام لحسن يحصل له حاجه، مع ان انا نفسي اشوفه وهو مخدود. ما ازوع. عارفه يا قطاطا؟ ان شاء الله لما ازمتك دي تعدي على خير هتبقي معايا هنا على طول. نعم كده وانا كده ليه؟ وانا كده على طول ده مفيش حاجه؟ انا عندي حالي ومحتالي. ايه حالك ومحتالك ده؟ انا عارف يا اختي، انا سمعتهم بيقولوها كده. قطاطا هو انت اهلك فين؟ يعني ما عندكيش عم اخت اخ؟ انا اللي فاضله في العيله. يعني ما عندكيش؟ انا الوحيد اللي فاضله في العيله، كل العيله ماتت، انا بس اللي فاضله، مش عارفه ليه. يعني ما عندكيش حد خالص يا قطاطا؟ لا عندي. طب مين؟ انت يا لموسة. يا حبيبتي يا قطاطا، انا كمان بحبك قوي والله وبتصعبي عليا.
انا المفروض ان كل عيلتي ماتت ومفيش حد يحكمني ولا كاتب يقتلني. ابقى كده انا حره. انت شفت الفيلم بتاع الحره؟ اه شفت. بتاع ابن عم العزيز؟ شفت. تفتكر في معاه مين البطل بتاع الفيلم؟ لابن عبد العزيز؟ ايوه ايوه شفت. متفقين ساكن. طب بقول لك ايه؟ لازم يلا احكي لي بقى. احكي لك الفيلم بتاع ابن عبد العزيز؟ لا حدوته الليمبي. الليمبي؟ لازم ياخد احكي لك. لما اختك الليمبي. انا يا وليدي يا دموسه. نعم. هو اللي ممكن يسألك سؤال كده شخصي؟ اسأل. هو اللي بتطلبيني اللي عندك في عبد البيت عشان خاطر احيي حدوته ولا ليا شخصي؟ ايه ده؟ لا طبعا يا تاتا، ازاي تقولي كده؟ عشان الحدوته طبعا. انت بتضحكي عليا. بس معاكي يا تاتا، انا بحبك قوي انت وهو. انت وهو مين؟ الليمبي. اهو. ما هو الليمبو. جاي اهو جاي في ايده ودودة عبد العزيز. قول له على الكنز بقى يا عمو بقى. ما ينفعش اقول له الا واني بموت. حاضر اهو. يا حبيبي يا عمي. قول بقى فين الكنز. يا افندية يا افندية يا هضبة افندي، هريسة ابو الليف بيودع، وعلى ما اظن انه بيموت دلوقتي حالا ومعاه وريث الوحيد. وريث الوحيد مين؟ الليمبي افندي اللي كان قاعد في بيت الرئيس عبد الواحد. يلا نشلل وابوري جتا وهتات ونبقى عرفنا وابور عبد الوهاب راي على فين. ده فضل يستلف النص ريال والخمسه بيد لغايه لما خلانا بينا اللي ورانا اللي قدامنا حتى النهاز بهنا. ايه اللي بتقوله يا هباب الطين انت؟ يعني ايه يا فنديه هنترك هريسه يموت بسهوله كده من غير ما يقول لنا على مكان الكنز؟ انا عندي فكره. احنا نروح كلنا كده بربطه هضبه افندي ونكتم على انفاسه حتى يقر ويعترف بمكان الكنز ده فين. ايه اللي بتقوله ده يا احباب الطين التراخر؟ يعني ايه نهجم عليه ونكتم على انفاسه ونقرره هو واقف قدام الحكمدار يا جاموس ابيض؟ امال هنعمل ايه دلوقتي يا هضبه افندي؟ يا اخي فزعتني يا اخي. ايه ده يا مصور؟ انا عندي الحل يا ابني. اكيد يعني هريسة فندي وهو بيموت هيبوح بالسر لوريثه الليمبي فندي. يا سلام، كلامك كشك الماز يا هضبة فندي. كلامك رائع يا هضبة فندي. اي نعم يا هضبة فندي. يبقى احنا بقى يا فندية نتلصص على هريسة ده بالراحة وهو بيموت من غير ما يشعر بينا علشان نعرف مكان الكنز فين، وساعتها اخد الكنز لوحدي. قصدي يعني اخد لوحدي وارجع اقسمه عليكم. والله يا هضبة فندي كلامك كله قرع. اذا يا فنديه مين اللي المفروض نراقبه لغايه ما نعرف مكان الكنز؟ الليمبي. مين اللي لو شعر بينا وحاول ما يديناش الكنز نقطم رقبته؟ الليمبي فندي. اذا يلا بينا يا فنديه. على فين؟ يعني هكون رحيم مرصح عليك كسر. هنروح على هريسة وهو بيبوح بمكان الكنز للليمبي. يلا بينا يا هضبة فندي. كنت فين حبيبي؟ هو ده بتاع زمان. انزل يا معلم. الكنز الكنز هو بتاع الكنز. الباب هناك اهو. اوهو الليمبي افندي. ده اسمه هندي ولا ايه؟ اوهو مين؟ سموه سميرة انجي؟ الليمبي افندي انا انجي حبيبتك. تغكني ورايح على فين؟ يا ست تغكك ايه بس ورايح فين؟ انا هطلع امشي بقى، اتدهولت في البلد عندكم. انت كل امالي. يا ست اسمعيني، لا امالي ولا حناني، انا عايز اقول لك بس انه علي انا اكرهه. يا ست السيد علي ابن الرئيس عبد الواحد يحبك من كل فؤادي. ولكني لجأت اليك لاني توسمت فيك النبل والطيبه. لا اله الا الله، ده في الكلام الاسود بقى اللي انا مش فاهمه ده. دي ردود كلام عندي انا قلته ولا انت بتتكلم اي كلام؟ اخوك البرنس تيوبلس لو عرف ان احنا الاثنين هنرتطم ببعض رسمي هينفجر فينا. الليمبي افندي. ايوه انا اشعر بالوحده
طب ده رد على ايه؟ انا عايز افهم ده، قولي لي ده رد على ايه؟ انا احب الهواء الطلق والمصحف المفلح في عينك يا انشي بقى، مش كده بقى؟ الحاله لا بص لا طب بص انا هجيب لك حد بقى فعلا هيفهمك من القبيله بتاعتك. يا علي يا سيد علي. روح يا علي، روح يا علي، دافع عن حبك لاخر مدى. لازم نجاهد في الحياه بقوه ونشاط. إذن فليكن. تعال ادي كده بقى يا انشي، اقدم لك علي. علي ده واد كفاءه وعلى حق واكل شارب نايم انا وهو نايمين في سرير واحد مع بعض، يعني رجوله رجوله. الواد ده غويتك من الاخر يعني. خش عليا خش. انجي انا انجي انا الكلمتين اللي قلت انا قلتهم له في السرير وانا معاك في السرير. قول ها لحظه عشان 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 انا احبك. انجي انا احبك. ايوه اعشقك. ايوه ادوب في هواك. ولكن يا علي من جهة ميلي إليك. ما تكمليش، أنا فهمت مقصدك. أخويا علاء هيقف حائل ما بيننا. تأكدي يا عم. استنى يا عم، أنت هتأكد؟ استنى يا عم، دي بتقول لك أخويا حامل، يعني أنت هتلبس الواد. اصحى من دول ياض. تأكدي يا هانم. أيوه. إن عيون العدالة ساهرة. الله انا مش فاضي يا عم، انا عندي عايز اهرب. انا هروح رايح لقدر ينتظرني الان. اهو اهو يورني. بقولك ايه، ارمي على الواد ده اخوها الثيوبلس ده شويه مسامير تحت رجليه فرقه. امسكوا ورا الكنز الوداع يا لمبسنت. يا عيله وعصر كلكم تقال. تيجي دولك يا بيبيلا السودا ولا كونزو. انت مين يا عم؟ قابل يا عم الليمبي. لما يجي دولك اتفضل، 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 لما يجي دولك اتفضل. ده عبيط ده ولا ايه؟ اتفضل، لما يجي دولك اتفضل. يلا قلنا هو كل واحد يتحرك على مكانه. الريحه دي، الناس دي واكله شرابات ولا ايه؟ ايه ده؟ انت مين؟ ايه اللبس اللي انت لابسه ده؟ ده انا من جاي من 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 عند الباب اللي في الباب. يلا يلا خلص علشان تخش الاختبار. يلا اختبار ايه؟ نظر ولا سواقه؟ ايه بتقول ايه؟ يلا خش خلص البس. بالراحه شويه كده، مش خليك متوضع مع الناس. التوضع حلو مع الناس. لا البس ايه؟ دي عايز بكام فول فيها دي؟ فول؟ البس دي يا زلطه بسرعه. يا ترى بقى الراجل بتاع الفول هيعرفني ولا ايه؟ سمعت اخر الاخبار يا سمو الامير؟ وهي يعني الاخبار في المحروسه بتخلص؟ ما كل يوم بخبر. قال ويقول لك ايه ده خبر جديد. اصبروا شويه واسمعوا بقيه الاخبار. قول يا هضبه. الامير طربال بيجهز نفسه علشان يتغدى بيك قبل ما انت تتعشى بيه. قديمة ده كل المحروس عارفة. الله، وبعدين هو ده آخر خبر؟ ده انت اللي آخر واحد تسمعه. لكن الجديد بقى عندي، الأمير طربال بيجهز رجالته وبيقابلهم في السر علشان ينتهز الفرصة في أي لحظة وينقض عليك ويتخلص منك انت ورجالتك. وانت عرفت منين اذا كنت بتقول ان هما بيتقابلوا في السر؟ انت اهبل يا ابني، ده انا هضبه الاجر على الله. انا اصلي ليا واحد حبيبي قوي من رجاله الامير طبار، وهو اللي جاب لي اخباره. اهو انت كده جبت المفيد. انا عايز اعرف كل حاجه بتتقال عني، طبعا بمساعده رجالتي وحبايبي. بس خد بالك يا سمو الامير، الامير طربال ده عامل زي التعبان. التعبان دواء قطع رقبته. واحنا خدامينك يا سمو الامير، لو عايزنا نقطع لك رقبته نقطعها لك ونسلخ لك جلده كمان. لا، سلخ جلده ده سيبوه عليا، انا اللي هسلخ جلده واكسر سمه واخليه عبره لاي حد يفكر يمس مملكه قمر الدين. اتشرفتوا ونورتوا يا رجاله. انتوا خارجين كل واحد يخرج من طريق غير التاني. انا عندي ميعاد دلوقتي في القصر، ميعاد مهم جدا. اتفضلوا.
يسيبك بخير يا سمو الأمير. السلام عليكم. أهلا أهلا بالأمير طربال، وأنا بقول القصر منور ليه؟ ده نورك يا سلاف. أنا قلت أجيلك طالما أنت مش بتسأل عني. أنا مقدرش يا أمير طربال، بس كل الحكاية إني مش عاوز أشغل معاليك. يا سيدي اشغلني طالما هتجيب لي أخبار الديب اللي اسمه قمر الدين. اشغلني. ده المفروض يسموه قطران زفت مش قمر الدين. ده الدين بريء من أمثاله. لا المكان ولا الوقت يسمح بكلام المصطبة دي. أنا عايز أخبار أخبار. أنا وصلتني أخبار إن قمر الدين ده بيقابل أتباعه في السر. وسمعت إيه تاني؟ ده كل اللي وصلني. هما بيتقابلوا في السر بيقولوا إيه؟ الله أعلم. طيب سرة النقود دي خليها معاك علشان تسمع كويس وتبلغني. فاهم يا سلاف؟ فاهم. أنا من اللحظة دي كل أذان صاغية. أيوة اصحى معايا بدل ما أقطع ودنك. أوامرك يا مولاي. الأمير المهاب قمر الدين رهن إشارة حضرة مرات السلطان الصالح أيوب الله يرحمه. كل اللي تأمرني مولاتي بيه أنجزه في التوه واللحظة. مهما كانت خطورة الأمر يا عمر الدين. مولاتي بتشك في ولائي؟ إذن أنا أقتل نفسي حالا بالخنجر ده. رجع سلاحك، أنا عايزاك حي. واثقة فيك زي ما أنا واثقة في البلوى المسيحة اللي اسمها طربال ابن غربال. مولاتي شجرة الرز مرات حضرة السلطان الصالح أيوب الله يرحمه. الفخر كل الفخر لطربال ابن غربال أن تمنحني مولاتي لقب البلوة المسيحة. كفانا نفاق، الأمر خطير جدا ومش محتاج أي محلسة. خير يا جناب مرات السلطان الصالح أيوب الله يرحمه. هل هناك أشياء عكرت صفو جنابك؟ لويس التاسع مشي من دمياط راح على المنصورة. إيه؟ لويس التاسع اتحرك من دمياط على المنصورة؟ وأنا آخر من يعلم؟ إذن أنا مكاني مش هنا، أنا مكاني في المنصورة. استنى مكانك. مولاتك شجرة الرز ما أمرتش حد بالانصراف. طول عمرك أرعن وأهول وفتح صدرك. أعقل أعقل، بلاش جنان. مولاتي بتتهمني بالجنون قدام اللي يسوى واللي ما يسواش. مش عايز اسمع ولا كلمة. أنا عندي مشكلة. خير خير يا مولاتي. أنا عايز أتجوز. إيه؟ ولازم أختار واحد منكم اللي هيثبت ولاءه ليا طبعاً. واللي هختاره هيبقى سلطان البلاد وهيبقى بعلي وسندي وهيقعد جنبي على العرش. انصرفوا الآن وخليكوا حواليا هنا في القصر. يا ريت مولاتي تأذني أجهز نفسي للرحيل. أخذ بعض النضرجية وأروح عشان أستطلع جيوش لويس التاسع بنفسي. لك ما تشاء يا قمر الدين. أنت خطيبي دلوقتي والقصر قصرك. انصرفوا الآن وادعوني أناجي شجوني. انت رقم قدوسك كام؟ هو رقم قدوسه كام ده؟ قول لي. لو قابلت حد من اعدائك وكان قاتل ناس كتير وقع في الاسر تحت زلة سيفك وقال لك ارحمني انا عندي عيال تعمل ايه؟ قول له الرحمه حلوه قوي يا سيدي. حلوه؟ امشي خدوه على تمريض. بطل اللي بعده. انا قولي. ايوه. لو قابلت حد من الاعداء في المعركه ايوه وكان قتل كتير من عشيرتك وقع في الاسر تحت زله سيفك وقال لك ارحمني انا عندي عيال أيوه. هتعمل ايه؟ اغزه في عياده. تغزه؟
الدغري كان روح خاصه في العيادة على طول وهو بيستسلح بيستسلم بلا رحمة. تبصوا مالوة مصطلح جديد. حلو. طب تغوصوا ازاي يعني؟ يعني بتروح جايب انت الكزلك حته كده وتروح لمؤاخذه ارفع رقبتك كده وتروح حاططها كده ويمشي بقى كله في زي السكينه في الحلاوه. حلاوه؟ اه ما دي شفت انا. انت قتلك بالكلمات في شيء جديد. ايوه لو بعرف اشتم كمان واتف كمان. امال ايه؟ طلع حد اي عبط ولا ايه؟ اركن على جنب. اركن على جنب ليه وانا عديت رادار ولا ايه؟ اركن على جنب. حاضر. طب بقولك ما تعرفش حد اسمه هريسة؟ على جنب. على جنب هريسة على جنب رقر ليه وحرام ولا ايه؟ سلاف دخلوا للسلطانة هو ده اللي احنا عايزينه. وانا كده المكحت كير. لا 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 ما فيش حاجه لا مؤاخذه يا ست عواطف طبيت عليك بالنهار كده من غير ولا احم ولا دستور تحب اعمل لك حاجه؟ لا يا اخويا تسلم لي. ايه ده يعني كل اللي قلته لك ده كله والحكاوي دي ما سمعتش منها حاجه؟ في ايه يا كير مدفوق؟ بصراحه اصلاني بشيت وبالذات كل ما افتكر الايام اللي عماله تجري زي البرق دي وفي جريه هتاخد قمقططه مننا وتخلص مدتها وتمشي. ايوه الست دي دخلت علينا يا اخويا انا خفت منها بيني وبينك. اه والله انما طلعت احن من الكل. دي قمقططه دي بالته دي كفايه اللي عملته معايا ومعاك ومع الكل ده كان قدمها علينا زي الفل وزي العسل علينا كلنا قدم الخير. واخدت مننا اي حسره ولا اي حاجه محدش فينا نفعها ببصله. ايوه وتعرفي اللي عملته معايا ومعاك ده كوم والجميل اللي عملته مع عباس باشا كوم تاني تعرفي ولا مؤاخذه يعني في الكلمه يعني ولو فيها اساءه ادب مني عباس باشا قليل عليه لو وط على ايدها بس على اللي عملته مع لميس هاني. لا ما هتلاقيه برضه مظبطها في قرشين ولا في مصلحه كبيره يعني. صلى على النبي في قلبك ولا في قرشين ولا مصلحه ولا اي يوطى حاجه باللي انت بتقوليها دي. ما الاتفاق كان قدام انا بنفسي كنت قاعد في الاتفاق. ايه اتفاق؟ اتفاق ايه؟ أم عبد الله ما تجيبيش سيرة المخروق ولا حتى لعبد الله ذاته. إلهي أعدمك لو جبت سيرة لجنس مخروق. عباس باشا اتفق مع قطاطة إن هي تيجي كل يوم الفيلا بالليل عشان تحكي حواديت للست لميس. هي أمر الدكاترة كده شافوا إن حواديت قطاطة هتنفع في حالة ست لميس وتعجل بشفاها إن شاء الله. وهو في المقابل يعني هيجري في إجراءات براءتها. وفاتت ليا هي عيني الصبح تتداول في السجن وبالليل تيجي من بالليل لحد الفجر تحكي حواديت والباشا مع الايام نسي وعده ليه وهي يا عيني عليه كانت ايه مره يتيمه غلطت وقالت له الحقني انجدني من المسجونات واللي بيعملوا فيا مبهدلني في اللومان بهدلها وهزقها وايه وكانت ليطه وهي ما بتشوفهاش وهي قاعده معايا في العربيه وش فاجر لما بنروح السجن بتبقى ايه نايمه زي القتيله يا ولدان. يجعل سره في اضعف خلقه. يعني قطاطه الغلبانه دي صاحبه فضل على عباس بيب هيلمان وده كله عليه وعلى عيلته. امال ايه ومش اي حد من عيله. لا ده خلاصه الخلاصه طبعا. ما هو برده اغلى الوالد ولد الوالد يا بكير. شفتي صدقتني بقى ان هو مش قليل عليه لما يوطي على ايد ام قطاطه ويبوسها. كلنا والنبي اسكت كلنا نبوس ايديها. يا لميس يا حبيبتي فهمين انا ما اقدرش اعمل حاجه لقطاطه ده لا في شغلتي ولا حتى في اهتمامها. اسمعيني بس انا مش عايزه اتكلم في الموضوع ده تاني يا جدو. انت لازم ترد الجميل للست دي كفايه اللي عملته معانا. شوف يا حبيبتي 90% من المتهمين اللي موجودين في السجون كلهم بيقولوا احنا ابرياء. لو هي بريئه بجد ربنا باذن الله هيساعدها. طيب ماشي اوكي. انا مؤاخذه يا سعاده الباشا وحياه النبي ما تزعل نفسك وان شاء الله كل شيء هيبقى زي الفل. ده بالنسبه لايه يعني؟ ايوه يا باشا انا مؤاخذه يعني بعد اذن حضرتك كنت عايزك يعني تفتكر موضوع ام قطاطه. انت مالك انت ومال قطاطه؟ ام قطاطه اطلع بره يالا. تمام بره. يا باشا تمام. هتشل هتشل
من اللي انا عارف. ايوه بقالك ساعه ماسكه البتاع بتبصي في ايه؟ بتلعبي؟ بلعب ماشي، ما انت ما قلتليش العب. اهو كده شيز بيس. شيز بيس ايه؟ ده مش شيز بيس اصلا. امال ده ايه ده؟ دي كوتشينه عادي. مش دومنا دي؟ دومنا ايه كوتشينه؟ لا انا عايز العب كوتشينه. حرام عليك يا قطه. طب هي دي الزفت اسمها كوتشينه، ده كوتشينه. لا انا مش عايز العب اللعبه دي، اللعبه دي مش حلوه. انت زهقت، انا مش فاهمه انت دماغك دي فاضيه خالص خالص. مالك ما تعمل ايه؟ اخي ما بدا اخش اقعد في دماغي جوه واسيب الخلق تولع بره. على راي المثل، المثل اللي بيقول لك ريح تستريح وتكسب محبه الناس. انت بتجيب الكلام ده منين يا قطاط؟ من زمن، من زمن يا بنتي، من زمن. انت عارفه عايزه تنتظري انت من واحده كانت عايشه طول عمرها في ايواء، خدوا الايواء راح مدينا خيمة، خدوا الخيمة راح مدينا الخابور بتاع الخيمة، وبعد كده قعدت على الرصيف. يعني انت ما عندكيش سكن خالص؟ لا عندي. فين؟ ساكنة في جلابيتي. جلابيتك؟ ما ايوه، دي الحاجة الوحيدة اللي محدش يقدر يخرجني منها. انت بمزاجي بقى. يا واد انت دكتوراه في الفلسفة الشعبية. انا رحت دفعت بقى، رحت واخدة بعضي وطالعة المساكن الشعبية، رحت مقدمة الورقة في الحي. وقالوا لك ايه؟ قالوا لي الحي أبعد من الميت. حالة فنية فريدة، كتلة إبداعية متحركة بترش في نظريات، كل ركن تدخل فيه تكسر الثوابت. سبحان من أبدع الجمال اللي فيكي، اللي جواكي، واللي أجمل من جمال موناليزا. ما هتسألك على الجمال الخارجي لشبه الحمار الوحشي؟ ما تصحنيش من الحلم اللي أنا فيه يا عباس. قطاطة، هو أنت دفعتي عن نفسك إزاي في المحكمة؟ يا داوي يا داوي، ده تسكتي، ده كان يوم يا نهار أسود، الناس عمالة تصور بالتلفزيون وعمالة ماسكة في إيديها حاجات كده بتاعت اليوم اللي هم دول بيكلموا، ورحت واقفة ماسكة في قفص الالتهام كده، وقعدت أقول أنا مريعة، أنا أبو سلومة، أنا تلعب فيا، والراجل اللي هو ماسك الشاكوشة. أيوه القاضي. ده نجار ده ولا إيه؟ لا القاضي، القاضي. القاضي؟ كان بيضرب كل شوية إن قلت فيه مسمار في التخطة، في التخطة ولا حاجة؟ وما قلتيش بقى مين اللي ظلمك ها؟ نبني عارفة بقى إلا وشها اتغير، بيقولوا مش لاقيينهم. كويس أوي إنه ما إداكيش إعدام. النبي رندي كان يضحك براحة. كانت المراحة بدل واحد وحد واحد بدل ما هو عايش في كل أمر يروح يلعب في دماغه. بتلاقي فيه؟ لا طبعا، والعبيطة؟ بقولك ايه؟ ها؟ ما تيجي ناكل بطاطس. عايزة بطاطس برضه؟ أكل بطاطس. مش فاهمة ايه حبك في البطاطس؟ بحب العرنبية المقلي. حاضر، وايه تاني؟ ونخويا بالمعيز. معيز؟ في معيز ملوخية بالأرانب؟ حاضر، هجيب لك كل اللي أنت عايزاه، بس خلينا في الحاجة الوحيدة اللي بفهمها منك يا قطط. مين يا جماعة؟ اللم حبيبي اهو اهو انك هو جايب معاه قاعد يزقع والمحافظ ماشي جنبه. خلاف دخلوا السلطانة، هو ده اللي احنا عايزينه. هو ده كده نجحت؟ ايوه نجحت. النبي نجحت؟ نجحت. طب انا هلعب تحت سن كام؟ احنا هناخدك معانا في الجيش. في الجيش؟ في طلائع الجيش؟ وده الحلوه دي، واحترف بعد كده والعب في اسكو. انتهى فرز الجنود، انتهى. هاتوه اولاد السلطانة. ده ملك الدسوق دي ولا مين؟ خش. مولات الامير السلطان. تقدم ايها الفتى الشهم، لقد سمعت عنك الكثير، وسمعت عن قلبك الجسور الذي لا يهاب الموت وليس به رحمة. تقدم يا غليظ. مولاك الامير السلطان. مولاك الامير هينتهي امره على ايديك. مولاك الامير هينتهي امره على ايدي انا؟ ليه؟ هقتله ولا ايه؟ قلبك شغوف للقتل. ايوه. القلب قلب اسد. والصدر صدر فهد. من ايه؟ والعين عين صقر. من ايه؟ وهذا يعجبني، لك كل ملامح الفارس المغوار. ايه فارس الشوار ده؟
مولاتي أنا عايز أروح لك بالسر لو سمحتي. أنا كنت في كده الناس تنبض للوقت ريحة أجارك الله، إنما أنا الريحة دي ريحتك حلوة أوي يا مولاتي، فقولي لي أنت عايزة إيه بسرعة لأن أنا مش مستحمل خالص. الزواج، نتزوج. نتزوجك مين؟ أنا وأنت نتزوجك؟ أنا وأنت. لو نضرب عادين عرف كده وقايمة غرف سكر قريش ولا ايه؟ بس على شرط. يفسد وتمشي ليه؟ وما هو الشرط؟ أن تتجسس على الأمير قمر الدين خشاف. قمر الدين خشاف؟ ده ايه في رمضان ده؟ أيوه يعني هتجسس عليه أعمل ايه يعني؟ تتجسس عليه لتعرف هل هو متزوج من امرأة أخرى؟ وهل أنجب ولداً كما قال الشعب والدهماء؟ وهل يحل لهذا الولد أن يعتلي العرش؟ تكلم! أنا مش عارف أنت بس بتكلمي كلام يعني مش عارف ده ليا ولا لمين؟ يعني أنت عايز ردك عايزاني أتجسس عليه هو؟ خلاص اعتبر الموضوع منتهي، هنزل على أي مائدة رحمن وأروح قفشه على طول لفه وأستكه وجايبه ديك على طول. عيب يعني. انت قلت لي اسمه ايه؟ قمر الدين خشاف. والنبي انت اللي قمر. قمر. تعال. اجلس بجانبي تعال. بسرعه كده يعني. انا عارف انا بدوس جنب انا عارف شعري جحدة. ما اسمك يا اسمك ايه؟ ايوه ايه بيتك ده اسم الذنبي. اريد ان اعرف هل هو متزوج ام لا؟ هو مين ده؟ قمر الدين خشاف. ايوه ما خلاص قلت لك قمر الدين خشاف ده خلاص. انا بقول لك حربته لك في قلب شوال من نصريه ومغزوز ومتقاستك ومن فضل بعضك ابوك تحت رجليك هنا. خلاص كده؟ وبعدين يعني مين ده اللي يفكر ويستجرؤ ان هو يعرف ست عليكي؟ انت خلاص انت جبت سقف الحريم. اذا فعليك به؟ اعوض يعني ولا ايه؟ اذا فعليك به؟ ايوه حاضر خلاص خلاص. مولاتي السلطانة شجرة الرز الأمير قمر الدين خشاف. اوعى تقول حاجة من اللي قلنا عليها. ها ماشي. مولاتي السلطانة شجرة الرز مولاتي الأميرة كما أنت جميلة اليوم يا مولاتي. ده الخدم الجديد ولا ايه؟ مين ده؟ خدم الجديد. شكلك كويس والبلع برست عندي مجانس. اسمحي لي يا مولاتي انا اخده معايا. لك ما تشاء يا عمر الدين. هو ده عمر الدين اللي انا هتجسس عليه؟ تا 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 بعد اذني مولاتي. بص الطير هيا بنا هيا بنا. اهلا بي. وايه كمان؟ بس حضرتك وكلفتني حضرتك مولاتي شجره الرز ان انا اتجسس عليك واعرف اخبارك ايه. انت الجاسوس الجديد. تحت امرك يا مولاي. اي نوع من الاخبار؟ يعني كلفتني كده ان انا اعرف سعادتك يعني متجوز ولا لا ومراتك شكلها ايه. قلت في عقلي بدل لا اكيد مولاي الامير قمر الدين خشاف لما يجي يتجوز وياخد حته هياخد بجد واحده قمر زي اسمه. كلك ذوق يا لمبي. ما يضلش. وكلفتني برضك ان انا اتعرف يعني اذا كان في عند حضرتك بخلف منها ولد ولا لا. برضك قرط في عقد بالي اكيد مولاي الامير قمر الدين خشاف مخلف بطل بطل يحمل اسم مصر الى العيباء فوق كده. لا من ذوقك يا لمبي عقبال ما تشوف اولادك. كونجراتيليشن مولاي. وانت هتعمل ايه يا لمبي؟ هتجسس عليك يا مولاي. وهتقول لها؟ طبعا. لا لا طبعا اولاد ازاي ايه ده احنا شباب زي بعض يعني ورجاله. انت ما تعرفش اللمبي ولا ايه؟ اسمع عن اللمبي. انزل بس خط كده ناحيه مصر القديمه او السيده زينب. بلاش ما تنزلنا العددين. اقعد كده بس في النصريه او في رمل البولاء وشوف اللمبي مصنع الرجاله. تحت امرك. رقيبه ناس بتتدب تحت رجليك تحيه وعظمه لمولانا الكبير السلطان قمر الدين خشاف. امال ايه؟ باين عليك ذكي. الله يخليك. احسنت يا خزون. تعمل ايه؟ بتجسس عليك بقى سيبنا نشوف شغلي. اتفضل. زكي.
هاتف من سنين فاتت وانا بحكي حكايه الاميره زينات. الاميره زينات اللي بعتها بسوق العبيد عشان احافظ عليها من القطار. انت فين يا زينات؟ انت فين يا زينات؟ سيدي قائد الجيش المعلم، هذه رشوة التجسس. يا ترى من الحقير اللي دفع الرشوة دي؟ الأمير طربال اللعين. طربال. شاهين، إيه اللي ناقصنا في المعدات؟ إحنا سددنا عجز السيوف، لكن عندنا عجز في الخيول. لازم نزود عدد الخيول يا سيدي. ومين اللي عليه الدور في توريد الدواب؟ عز الدين إسماعيل هو اللي مسؤول عن الصفقة. امسك الصورة دي تديها لعز الدين إسماعيل وتقول له يورد المطلوب منه الليلة. عز الدين إسماعيل؟ ولكن عز الدين صرف كل مستحقاته سيدي قائد الجيش المعظم. اوعى تكون دفعت الفلوس من الفلوس المخصصة للتمريض. طمن سيدي قائد الجيش، مولات السلطانة شجرة الرز بعت جزء من مجوهراتها وسددت المطلوب لعز الدين. يا عظيمة شجرة الرز، دايماً بتبدي مصلحة البلاد على مصلحتها الشخصية. اسمعوا، احنا لازم نبذل مجهود أكبر من كده. عايزكم تجيبوا لي أخبار من كل أنحاء مصر المحروسة. عايز عيون المنتشرة في كل مكان تبقى دايماً جاهزة، دايماً صاحية مستعدة. تمام سيدي قائد الجيش. تمام سيدي قائد الجيش المعلم. تفضل. خيانة! الحرات! خيانة! خلاص سلم بيه! بس سلم بيه! سلم بيه! بس! ده مين دول؟ ده ابني زعبور! أنا واحد فيهم ده؟ ولدي الوحيد هو ده كله! وحشني! وحشني يا ابويا! 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 ما تخافش ما تخافش يا زعبور! مين ده؟ ده لمبي! ده الحارس الشخصي بتاعي! ده بيحميني. بتخاف على ابويا؟ يبقى ابويا بيحبك، وانا اللي يحب ابويا يبقى انا كمان احبه. ابوسه. لا مش عايز. انا ايه الحكايه يا قمر الدين؟ زعبور خدك مني ولا ايه؟ انت عارفه بقى زعبور لما بيشوفني وحشتيني. انا اللي وحشتك ولا زعبور؟ انت عايزه الحق، انت وزعبور وحشتوني. عارفه كويس ده من صغار يا مدام. ده اللمبي. اللمبي ده ولد غلبان. ده ما تقيل لي يا اللمبي. نعم اسمه سماوير. انت وزعبور بقيتوا اصحاب؟ طبعا ده حبيبي. ده حبيبي لعبه لحد ما تباحث في شؤون خاصة مع المدام. مع المدام؟ لا بقى مولاي. واحدة بقى واحدة بقى. نعم حبيبي بهزر معاه وبيحب كده. ما بلاش الدخلة دي يا ملواي. مضطر يا اللمبي. مضطر ليه؟ هو ايه اجباري ولا ايه؟ اسمع مني، الدخلة دي فيها غبة جامدة عليك. ده واجب مقدس. مقدس ايه؟ ده واجب مكدس. هيبقى مكدس في تكديسة في الدخلة. الدخلة دي مش حلوة. البلد عايزاكوا بعدين دخلتك دي. شوف انت بص نخلف ايه؟ لما تجيب اتنين كمان زي دول ده خطر على اقتصاد البلد. انا حياتي كلها في ده الوطن، في ده مصر. تاني مصر؟ انت لما تحب مصر قدي هتقدم تنازلات. ايوه بس اللي انت داخل عليه ده مش تنازلات يا مولاي، دي مزلقانات. انت داخل على مزلقانات ويا عالم هتخش مش هترجع. ربنا معاك. برضك تجري ورا الشهوه. حبيبي 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 هوبا حبيبي حبيبي حبيبي. اللي في ايدك ده يا حبيبي؟ ده حصان بتاع ورا. ايوه انا عارفه ده حصان. ايوه انا حبيبي. اوريك لعبه حلوه. طبعا حلوه. طبعا حلوه شبهك بالظبط. تبقى حلوه. شبهك بالظبط. ماشي يلا وريني يا جمال. يا جمال هتوريني كده يا حبيب بابا. ده اسمه ايه؟ حصان. بص حتين لفوق 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 لفوق. الله يا جمال. فين الحصان؟ حصان فين؟ حصان
انت كنت تقول ايه؟ انا بدعت الحصان. بدعت الحصان بتاعي؟ ابويا 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 الحصان ابويا الحصان فين الحصان؟ يا ده اهدى شويه. فين الحصان؟ يا ده اهدى ابويا ابويا. ابوك جوه عنده موقعه الجمل مش فاضي جوه. سيبك منه. فين الحصان؟ حصان يا في بطني بتاعي في بطنك. ما هو ده السحر بقى اللي هو بتاعنا بقى. لا يا ابويا ابويا ام غلاستك ده انت غلس قوي ده يا ابويا. بس نعم. ايه يا نمبي؟ في ايه يا زعبور؟ انا الحصان بتاعي. ده مين ده؟ كان فني القصر ده ولا مين؟ لا ابويا. مالك يا زعبور؟ كان الحصان في بطنه. لا والله حضرتك الحصان اهو هو بس مش سوي بحاجه ثانيه خالص. ده انا كنت بلعبه زي ما حضرتك ساعتك قلت لي. الحصان في بطنه ابويا مش ده. مش ده هو كان الحصان. والله هو ده المصحف. انا هجيب من حصينه ثانيه. انا مش معود ابني على الكذب. طالما قال انك اكلت الحصان بتاعه تبقى اكلت الحصان بتاعه. كذب ايه ده؟ متعود على الكبد اصلا مش كذب. كده بقول لك حضرتك لما الواي الحصان اهو. اتاخرت قوي كده ليه يا قمر الدين؟ يا روح قلبي اصلي الليمبي بلع الحصان بتاع زعبور. ايوه ماما بلع الحصان. يا مدام وحياتك ما حصل الكلام ده. اهو حضرتك الحصان اهو ما بلعتوش. تقصد ايه يعني؟ ان ابني كذاب ولا اهبل وبرياله وعبيط زي الشعب ما بيقول؟ هو الشعب بيقول عليك الكلام ده؟ هو والله يبقى الشعب رحمه كمان لانه هو اكثر من كده بقى بصراحه. يبقى انت بقى اللي اكلت الحصان. انا اللي اكلت الحصان. اكلت الحصان انا والله يا سعاده السمير. لمبي طلع الحصان الحقيقي من بطنك. ايوه حاضر. انا كنت بهزر ده كله يا زعربور. انا كنت بهزر والله. الحصان الحقيقي بتاع زعبور اهو. خد يا حبيبي. حصاني حصاني. انت عبيط عبيط عبيط. الله ينعل ابو غلاسه اللي جايبينك. يلا يا منعم. لمبي ايوه ساعة الباشا. انا مضطر اقعد يومين عشان في بعض شؤون الدوله مع اصلاجه حبتين. شؤون الدوله؟ وهي دي شؤون دوله؟ ده شؤون القاره يا مولاي. انت دخلت دقيقه وخرجت شبه بتوع الكنافه والقطايف عندنا. لمبي دخلة تانية انا ما اعرفش هتخرج حداد ولا نجار ولا ايه مش عارف. اسمعني كويس. اتفضل. انت لا شفت ولا سمعت ولا عرفت. ادم مدواي سرك في بير. وايه كمان؟ ومخلف منها علي نص نقل. الواد ده بقى لو قعد على كرسي العرش ده ها خلاص ولا حيقوم ولا اي حاجه. لزق بكل على كرسي العرش. لا تبقى معاه ثورات ولا مظاهرات ولا اي حاجه لان هو من الوزن الثقيل فصعب انه يشال. البلد هيسيبوا له البلد ويهجوا تاني يوم لو مسك الحكم. ومراته؟ اشمعنى؟ شكلها ايه؟ متناثره الاحجام. فدي عايزه بوصله عشان تحددي الخلقه فين بتاعته مش عشان تعرفي تتكلمي معاها. وحشه يعني؟ وحشه منين؟ وحشه مني يا ست هادم؟ ده حضرتك كده بتغلطي في الوحاشه نفسها. دي تقدري تقولي رضعه من وحيد الكرم. ها؟ فجاه في الجبل كده فاس عجل راح طالع حاجه وايه؟ وفاكر نفسها زغلوله. وهي بعد عنك بعد عنك طول النهار قالعه للامير قمر الدين وماشي عماله تدلعه يمين وشمال. وهو طبعا يعني كده بقى يعني لحد بقى شكل الشكمان بتاع الموسيقى. مولاتي السلطانة شجرة الرز لقد قتل الأمير قمر الدين خشاف يا مولاتي. الأمير قمر الدين خشاف ايه؟ الأمير قمر الدين خشاف يا مولاتي. كل سنة وأنت طيب. مين اللي قتل خشاف؟ مين اللي قتل؟ مين؟ وكمان عامل لي مفاجأة إنك قتلت قمر الدين؟ مين أنا؟ يا عنتير. أنت حبيبي وشريكي في العرش. ايوه مولاي الليمبي. فليعلن المنادي عن زواج الملوك من الرؤساء. رؤساء مين اللي هيرتبطوا من الملوك؟ مين؟ انا ما قتلتش قمر الدين ده. انت حبيبي. ايوه وشريكي في العرش. ايوه مولاي الليمبي. شجرة الرز لا تخلف العهود. انا ما قتلتوش. انا تقريبا في اليوم ده لا قتلت خشاف ولا قتلت حتى تمرايه واحده. كنت صايم تقريبا. ايوه تعجبني. خليك بقى على المقوله دي. خلاص قشطه قشطه. ايوه
يا لك من داهية. ملاه مغوار وعسل كمان. ونبي عسل ونبي ونبي قشطة. انت عارفة انت جايبة اخر الحريم، خلي بالك وحط بذهنك ان انت جايبة من اخر الحريم. بالك انت لو دخلت على اي بوياجي كده بوياجي كده معلم المعلمين وبيطلع فوق ويبخ هنا وهنا، مش هيجيب فيك الخربوش، عشان انت زيرو وانا موت في الزيرو، من صفر المية في 3 ثواني وعشر من الدقيقة. يا اهل مصر المحروسة، راحت ايامكم المنحوسة. يا اهل مصر المحروسة، غدا الفرح والافراح، غدا زواج الاميرة شجرة الرز على الامير الليمبي هريسة ابن المهروس. والحاضر يعلن الغايب، يا اهل مصر المحروسة. الليمبي هريسة ابن المهروس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمعتوا يا سيدي؟ بيقول لك بكرة فرح السلطانة شجرة الرز على الأمير الليمبي. سمعتوا المنادي؟ سمعنا، سمعت الرعد في ودانك. الله يرحمك يا قمر الدين، كان زمانها ليلتك النهاردة. وكان زمانه بقى السلطان ومدلعنا آخر دلع. يا سيدي خلاص بقى. هلا؟ ما الحياة بقى من المي، واللي بيروح بيجي غيره، ما بتقفش على حد يعني. يا عم ويمكن الخير يجي على قدين الليمبي. صحيح والله. الخير على قدوم الوردين، بيقول لك بكره فرح، يعني فته وهوبر واللازم منه في بعد كده خير. والله العظيم طول عمرك حمار وعمك على بطنك مفجوع. بقى احنا بنتكلم في حال البلد يا بنج، وانت بتتكلم في هنجر الفته. ليه محسسني ان انتوا ما بتشوفوش حاجه؟ هو انا حرمكم الحاجه؟ هو انا مش لسه عازمكم اول امبارح على سندوتشات كبده عند المملوك؟ هو هو. انت فاكر التوجيهات اللي صدرت من سعاده الوزير بخصوص منظمات حقوق الانسان انهم يجي يعملوا زيارات عندنا؟ اه يا فندم، وعندي صوره منها. في خلال يومين ثلاثه في وفد منظمه هيجي يزورك في السجن.
يا فندم احنا عاملين حسابنا كده وكده، عايزين ييجوا ما يجوش احنا تحت امرك. بالنسبه بقى للموضوع اللي انا كنت كلمتك فيه عندي هنا في المكتب بخصوص المطار، والله يا فندم والله والله اسبوع وانا بحاول اكلم حضرتك بس محرج يعني. استنى بس يا عباس، انا مش عايز اتعشم لانه مش هينفع. مش هينفع ليه بس يا باشا؟ والله يا عباس انا كان نفسي اكون اول واحد يقول لك الف الف مبروك. ربنا يخليك ليا يا باشا. لكن للاسف النقل جه لسياده اللي هو سعيد خليل. سعيد خليل؟ اه هو في الوزاره زي سعيد خليل؟ والله انا هكون اول واحد بهنيه. طيب مع السلامه بقى يا عباس. يا باشا انا تحت امر صحابك اي وقت وفي الخدمه. الف سلامه. رميزة يا حبيبتي انا هقولك على حاجه مش عايزك تتضايقي، الوضع مش هيستمر يعني، ده وضع مؤقت. انا قصدي بصراحه عندي تفتيش هنا في السجن، يعني صعب جدا ان قطاطا تطلع من هنا علشان تجيلك البيت. ايه اللي انت بتقوله ده يا جد؟ يعني ايه قطاطا مش هينفع تيجي؟ طيب اوكي مفيش مشاكل، انا هجيلها السجن ولا تفرق معايا. مالي يا قطاطا وحشتيني، تعالي هنا. تعالي قطاطا تعالي هنا. مالي يا لموزة؟ تعالي لموزة. تعالي هادي قطاطا يا ستي. ازيك جدو؟ يلا يا جدو. يا 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 قطاطا هنا هنا هنا. تعالي هنا هنا هنا. ايوه لا ده جدو. حسبي حسبي. يلا يا جدو انت هتفضل قاعد معانا كده ولا ايه؟ يلا روح. نعم اطمن عليها حتى. هتلاقينا رز بلبن. نعم رز بلبن. حاضر. ومعنى الرزة. حاضر. يلا بسرعة زلالة جعالة. حاضر. ازيك يا موسى؟ ازيك يا قطاطا وحشتيني. الحمد لله. الحمد لله. وعزيزي عصام هو مشي؟ مشي مشي خلاص. ماشي كنت عايز ارد اجيب بطاطس. خلاص هيجيب لك. وحشتيني يا قطاطا. عامله ايه؟ الحمد لله. وبيت الخدامه مدعوله عامله ايه؟ كويسه كويسه؟ يا رب ما اكون كويسه ابدا. خرابي عينك على الباب وتقف هنا ما تتحركش لحد يدخل المكتب ولا حد يخرج منه، مفهوم؟ مفهوم يا باشا. وحش واقف. شفت اللي حصل ده عبرس؟ ايه اللي حصل؟ شفت بس صدقت اللي سواب راح بالسجن عايزين يودوا ويقولوا عباس عباس عبس وعدوا المخدرات. ايه ده؟ النسوان بتتكلم في السجن وتوعبوا المخدرات عنده. ايه يا قطاطا اللي انت بتقوليه ده؟ فلا لا لا فلا. ما كنت قبل التفتيش كنت بعمل في دوشة كده هنا في السجن. لا يا قطاطا ما تقوليش كده، ما فيش الكلام ده خالص. طب هو ما بياخدش معاه فلا ليه؟ كل الحكاية ان عنده بس شوية تفتيش وشوية قلق وكل حاجة ترجع زي الأول، فهمتي؟ يعني هو مش هياخد إعدام؟ إعدام؟ مفيش إعدام خالص يا طاطا، مفيش. يعني دي إشاعات؟ أيوة إشاعات. يعني مفيش حاجة من دي؟ لا مفيش. طب وأنت جاية هنا ليه؟ جاية عشان الحدوتة. حدوتة؟ حدوتة أيوة. إيه؟ حدوتة الليمبي. حبيبي حبيبي أهو جاية أهو بحضرة الكلابسات بإيد جدو. أعجبك العرس؟ أقشطة؟ ده أنت ولا قشطة؟ بقول لك إيه؟ أبغى تكوني بتغيري من النسوان الرقصات ولا أكون عارف؟ قشطة يا جوز. قشطة يا شجرة. انا رجلي وجعتني قوي يا شجره، مش هينفع الكلام ده. انتظر حتى يتم تنصيبك. تنصيب ايه؟ دي تنصيبه سودا اللي انا فيها دي. انا رجلي دابت من الوقفه والشمس عماله كل ما تنقح ازيد، كل ما ابعد عنك الشعب يطلع ريحه وعطم اجارك الله، كلب ميت واقف تحت. لم يحن الوقت بعد، انتظر دقائق. دقائق وبعدين اموت ولا اقعد على الكرسي؟ لمبي قشطه قشطه قشطه، مع انها مش هتستحمل في العطانه اللي احنا فيها دي، هتسيح في لحظه. Thank you.
موتور يا ليه؟ اركع. لا اركع ايه؟ حرام، الركوع لغير الله مزلة. اركع يا لمبي. شجرة عيب الناس والرجالة كده والناس. اركع. حاضر. سامحنا يا رب والنبي، سامحنا يا رب. السلطان الليمبي، عاش السلطان الليمبي، عاش السلطان الليمبي. مبروك يا حبيبي وشريكي في العرش مولاي الليمبي. الله يبارك فيكي يا رب بحق جاه النبي. يجعل عتبة خير علينا وفتحة زي الفضل ان شاء الله، وتبقى احسن من اللي قبلها باذن الله ان شاء الله. مش بشتر خير انا، مش بشتر خير. ودلوقتي يا مولانا السلطان، نعم، هتعمل ايه في هجوم لويس التاسع على المنصورة؟ هتسيبه يدخلها زي ما دخل دمياط؟ هو دخل دمياط؟ ايوه دخل دمياط دون علمي. وبيلعب فين الواد ده اللي دخل دمياط؟ بيلعب ايه؟ ايوه يعني هو باك ورك ولا هجوم؟ ورك؟ ما تقولش اي حاجه، انا اللي هتكلم، فاهم؟ ايه اللي انا اتكلم ده؟ ايه؟ اصحي، مفيش حريم تتكلم هنا، وانا سلطان بلاستيك ولا ايه؟ اقعدي هنا، اقعدي يا بنت، انا بقول لك اقعدي، اقعدي هنا. الشعب العظيم العتيق، طبعا انتوا كنتوا عارفين ان امبارح كان ليلة دخلتي وكلكم حضرتوا في قلب صوان، وطبعا المفروض واحد زي هي في ليلة الدخلة يبقى زازتين بيرة متفلتين، ها، وقعدة وحجرين والصباحة وهي ترقصت وكده. يعني بقى ليلة الدخلة لو انتوا عارفين، انما رغم كده سبتها في قلب السرير من اجل ماتش بتغلي وتنكت في نفسها وهي سخرانه طينه ومريضه ومفيش، خلاص بقى استوت. وكل ده عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر مصر، ام الدنيا، حبيبتنا. فكرت ازاي الفرنسويين انا اعمل لهم خازوق يعلوا عليه وابرموا وراح حافظ بصامونه من فوق عشان ما يتخلعش تاني؟ عاش السلطان الليمبي، عاش السلطان الليمبي، عاش السلطان الليمبي. وطول الليل رغم ذلك في ليله الدخنه قعدت افكر ازاي انهي على خميس السابع عشر. لويس، نعم لويس، قعدت افكر كتير ازاي انهي على بوليس السابع عشر. لويس يا عم، هو كل شويه غير اسمه ولا ايه؟ اسمه ايه؟ لويس. انه ايوه، قلت بقى لويس ده، لويس ده لازم نعمل له خطه ما تخربش الميه. لذلك فقد قررت ان الفرنسويين يدخلوا المنصوره زي ما دخلوا دمياط، نسيب لهم الايه؟ الساحة مفتوحة. هيخش على ايه؟ على بني غازي؟ فين؟ المنصورة. المنصورة هيخش على المنصورة؟ كويس، احنا هنفضلوا الشوارع ونفضلوا الحواري ونفضلوا البيوت بتاعتنا ونخش نسلمها له بيضة مقشرة. ايه اللي انت بتقوله ده؟ اخلصي؟ انا ما عنديش حريم تتكلم قدام الرجالة وانا ايه؟ ايه يا بنت؟ المقسوم موجود يطلعنا الوقت ورقة واحدة وخلص. الله، وشعب المنصورة هيروح فين يا جناب السلطان؟ سؤال ذكي من واحد كلب زيك. احنا هنستناهم فوق الاسطح وهنطبخ لهم كمان. وهنطبخ لهم كمان؟ ايوه، نطبخ لهم، نطبخ لهم بقى ايه؟ زيت مغلب الزعفران، ميه وسخه مغليه بالحبهان، حل الجزم، شربات، ايدهون، اي حاجه مواعين احذف من فوق. وفي نفس اللحظه، في نفس اللحظه الجيش المصري على اتصال بيه في سينا، وهيجينا مسافه السكه يخش يحرر المنصوره ويرد تاني عن طريق المحور في 4 ثواني و100 ثانيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عاش الجيش المصري، عاش الجيش المصري، عاش سلطان البلاد، عاش سلطان البلاد، عاش الجيش المصري، عاش الجيش المصري، عاش السلطان الليمبي، عاش السلطان الليمبي. زود لهم سكر وشاي عشان خاطر الدنيا تظبط، ها. والآن أيها الشعب الكئيب العظيم، انصرفوا، انطلقوا، عيشوا في بلادكم بحرية، ولكن اللي هيغلط هطير رقبته، أما اللي مش هيغلط
برضه حطير رقبته عشان يبقى عبره لكل من يعتمر. هيا يا العمل انتشر بقى يلا. بس يلا يا عم انت وهو. لا اله الا الله. يا عم انتوا طول عمركم هتفضلوا قاعدين كده؟ ايش الشعب الغلس ده؟ نط يلا انت وهو. لا ما يلا يلا امشي انت وهو يا. يا ولاد ال يلا يلا انت وهو يا. يلا 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 بقى. يعني بعد ما قتلتلك قمر الدين تروحي تتجوزي اللي اسمه الليمبي ده؟ يا خساره يا تربال، كنت فاكراك ذكي. ده انا ببعد عنك الشبهات. انا اتجوزته وبعدين طلعت اشاعه ان هو اللي قتله، وبعدين يبقى يتسجن بقى ولا يتحرق. وابعد عنك الشكوك. شكوك ايه دي بس اللي انت عايزه تبعديها عني؟ وانت فاكره انك هتبعدي عني الشكوك دي بان الليمبي يبقى سلطان مصر؟ الليمبي؟ الليمبي يا مولاتي ده فضحنا في كل حته. ده مش عارف اي حاجه. ده بيقول لك لويس والخميس وبوليس وادري. مولاتي شجره الرز ترضى على نفسيها انها تتهزق قدام شعبها ويقول لك اقعدي هنا ما تتكلميش؟ ها والمأذون اللي جوزنا هيطلعنا ازاي يا مولاتي؟ ازاي يا تربال؟ انت عندك مشاكل كتير قوي. انت خرقت عين حمامه وماشي في كل حته يقول انت فين يا زينات، انت فين يا زينات. وعندك مشاكل مع التتار. انا ببعد عنك المشاكل. وبعدين انا هقول ان هو اللي قتل قمر الدين وخلاص بقى نلبسها للمبي، وبعدين تبقى بعلي وسندي وشريكي في العرش. ومتى سيتم كشف الزوج الخائن هذا اللمبي؟ كل شيء بمعاد يا تربال. قلبي سينفجر بحبك يا شجرة الرز. فلينتظر قلبك يا تربال. يبقى مين اللزوز؟ خادمك تربال يا مولاي. ايه مهدياته وبلاش كروتة، عاملها قبلك. دائما دائما تسعون الى الحكم وانتم غير شرفاء، وتسعون اليه في كل زمان ومكان، وتستخدمون الدين ستارة لتداروا به على دناءتكم. يلا برا برا يا دلتا برا. ايه يلا برا اجري لما على الجنون بتاعت الحصان. امر مولاي. يلا هيا هيا ولا تتلكع ايها الفساق. مولاي ده احنا الاثنين عرش واحد دقته عندي وعندك. اه يا شجره احد. مولاي السلطان، إن قلبي يشتعل نارا بلهيب حنين. حنين، خذ لي في حنين يا سنين الحنين. هيا بنا نصعد إلى غرفتنا ونضرب رغيفين سمين. سأذهب إلى الحرم لك يا مولاي. طب فوق. طيب قشطة. ايه فستان؟ فستان. فستان يا معذر. بفكرك عايز فستان تلاقيه ونطلع نضرب سنين. ده ايه الهم والحكم القرف اللي الواحد قاعد فيه ده؟ حاجه قرف. سافول عمنا ما بيدوك كام هنا؟ ادوك ايه مدلين؟ بس يعني انا اهو اديني قاعد زي زيك اهو. ايه اللي حصل؟ قال لك الحكم 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 وادينا قعدنا في الكرسي اهو. قاعدين بنعمل ايه بقى؟ ولا حاجه. عاطل قاعد عاطل. ذكروني و يا اهل مصر الطيبين. انت دار جايين، انت دار جايين يا مصريين، انت دار جايين، انت دار جايين يا مصريين. اللهم حصلك، اللهم بشر، اللهم فكك. التتار جايين، التتار، التتار. خلي بالكم الحرب يا مصريين، الحرب يا مصريين، الحرب يا مصريين. ما
الضيف العطل اللي الواحد فيها دي. من ذلك الحكام بيتعبوا وبيعملوا، ما هم قاعدين على الكراسي اهو، ولا في اي حاجه خالص. مش اي مصلحه كده، احنا عطلانين على الفاضي. مولاي السلطان اللمبي، واحد من الدهماء عايز يقابلك يا مولاي. اذا اذهب اقعد كلب ودخلوه. ايه ده؟ نينجا ولا ايه؟ مين انت؟ نينجا؟ ازيك يا لمبي؟ من انت؟ الله، يا عم مين انت؟ عملت لي دي كده كأني تحتيها عمر المختار، مين انت؟ مش عارفني؟ مش واخد بالي. أنا جدك هريسة. جد هريسة؟ اقعد مكانك. انت ايه، في مرض معدي عندك ولا حاجة ولا ايه؟ القصر كله جواسيس. القصر من امتى جواسيس؟ ايوه. لا ما تخافش، ده كومبارس لنا معانا. اسمعني يا ابني. ايوه. هيموتوك وهتبقى كبش فدا. يموتوني وابقى كبش فدا؟ ده مين دول اللي هيكموتوني ويبقى فحشنا ده؟ شجرة الرز وتربال. شجرة الرز وتربال. كده انت بقى قلت لي. طب وبعدين هعمل ايه؟ كده اللعب بقى على المكشوف اجد واريتسا. لازم تشوف لك حل في اللي هيحصل. انا منك وعليك. وكده كده ايوه هتعرف طريق الكنز ما دام ظهرت لي، ويبقى اجلي قرب. المخطوط بيقول كده. بس انت واخد البلد ورايح على فين؟ انت واخد البلد ورايح على فين؟ لا، لان بتكتك تكتكه للبلد رايح على فين؟ إذا راح على فين؟ ما تخافش، بس هي هتبقى حلوة إن شاء الله، ما تقلقش. أهم حاجة بس عايزين نخلع من هنا والكنز وكده يعني. لمبي، ما قدامناش وقت. فعلاً، إحنا فعلاً ما قدامناش وقت، ولازم نتصرف بأقصى سرعة جداً، إن إحنا ناخد يومين أجازة نفكر فيهم. يومين إيه؟ ثلاثة ولا إيه؟ ولا ثلاثة. ليه، وإحنا هتعدم ولا إيه؟ أديك قلتها بعظمة لسانك. اسمع يا لمبي. أيوه. إيه أنت بتتكرع ولا إيه؟ لا بقى، من ظهري. من ظهرك من شايفه انت، هتعمل اللي فيها يا بلطجي. كمل. ها، في بنت هنا من الجواري. ايوه، بيقولوا انها الوريثه الشرعيه لحكم البلاد. ايه ده، وقفت كده ليه؟ يعني وقفت المفاجاه زي الحركه بتاعتك دي. اقعد عشان اكمل. هي الوريثه الشرعيه اللي هنا؟ هي الوريثه الشرعيه. ايوه، اشاعه سمعتها من سنين، وبيقولوا ان البنت دي من اصل هريسي. ايه وقفت كده ليه؟ بس عرفتها انا بقى دي. انت عارف دي مين بقى؟ بنت كانت راقصه عماله ترقص، وكنت عماله اقول لها ايه؟ يا بنت دي ايه؟ دبانه ولا دبور اللي في كتفك دي؟ يبقى هي دي بقى عم هريسه. ايوه. دي بقى تعمل ايه بقى البنت دي؟ مالها؟ البنت دي لو حكمت هيبقى انقاذ حياتك في ايديها. البنت دي لو حمكت هتبقى انقاذ. طب و والأنسة الأميرة شجرة الرز دي هعمل فيها إيه؟ أحشيها في صباع محشي وأظبطها ولا أعمل إيه؟ شجرة رز إيه؟ وأنت ما بتفهمش أي حاجة؟ بقول لك البنت دي لو حكمت البلاد هيبقى براءتك في إيديها. أيوه، يعني إيه الكلام ده؟ أنت كل ده وما فهمتنيش؟ ليه والنبي؟ يعني هي البنت دي لو حكمت البلاد هطلعنا انا براءة. ايوه. خلاص، يبقى انت بقى ظبط بقى بيني وبينها ومقابلة كده وفي السكرت، ها؟ نقعد وناخد وندي مع بعض في الكلام في الحلاوة عشان نظبط بقى الأول. المهم هنعمل ايه دلوقتي؟ اسمع. ايوه. اسمع. ايوه، المهم انا سامع اهو. اسمع. يا عم ما خلاص، هو اسمع. اسمع، ما تقول. اسمع لما اقول لك، قول لي. اسمعني كويس. ليه ده؟ اتفضل. انا حاربت المقابلة بينك وبين البنت دي. خلاص، على خير الله. ده كده أركان العملية كلها اكتملت، ولازم يكون في سرية تامة، وأنا أطلع على طول وأروح نبلغ شجرة الرز باللي حصل، عشان أنا الكاسوس بتاعها. ولا إيه؟ سمعت آخر الأخبار يا أمير طربال؟ وهي الأخبار في المحروسة بتخلص. ده كل يوم يطلع خبر. قال إيه؟ يقول لك ده آخر خبر. طب ما تقول لنا بقى يا سي هضبة، ايه اخر خبر سمعته؟ سمعت يا سمو الامير ان السلطان الليمبي ناوي يتغدى بسموك
قبل سموك ما تتعشى بيه بالهنا والشفا. ده كل المحروس عارفه. وهو بقى ده اخر خبر؟ ده انت اللي اخر واحد سمعته. وسمعت ايه كمان؟ وسمعت يا سمو الامير ان السلطان الليمبي بيجتمع برجالته في السر لغايه اللحظه المناسبه يخلصوا عليك انت ورجالتك علشان يخلالهم الجو. الله! وانت عرفت ازاي بقى اذا كنت بتقول ان هما بيتقابلوا في السر؟ بس يا ضياء انت، ده انا المملوك هضبه والاجر على الله. انا اصلي ليا واحد صاحبي مهم جدا بيشتغل في قصر الليمبي. بيشتغل ايه في القصر؟ في المطبخ. اهو انت كده جبت المفيد. انا بقى عايز اعرف كل اللي بيتقال. وانتوا طبعا رجالتي وحبايب. بس خد بالك يا سمو الامير، الليمبي ده تعبان. حتى لو كان تعبان اقطع له راسه، وطبعا بمساعده رجالتي وحبايب. احنا خدامينك يا سمو الامير، خدامينك. لو عايزنا نقطع لك راسه نقطع حالك ونسلخ لك جلده كمان. مساله السلخ دي سيبوها عليا انا. انا هعرف ازاي اكسر سمه واخليه عبره لاي تعبان يفكر يقرب من قصر الامير طربال. اتفضلوا امشوا انتوا دلوقتي، بس كل واحد فيكم يمشي في طريق غير التاني، مفهوم؟ السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. شكرا طردنا صح. طيب يا نيمة، هتروح مني فين؟ سلاف، جيت في وقتك، كنت لسه بفكر فيك. القلوب عند بعضها يا أمير طربال. طول عمرك سخي يا أمير. اتحرك معايا بسرعة، أنا عندي أوامر بقتلك. أخيراً لقينا لوحدنا. أنا عمال اشاور لك والف حواليك واقول لك الدبانه اللي في كتفك دي الدبانه صح؟ طب بص بقى المفاجاه، انا هوريك حاجه عشان تعرفي ان احنا الاثنين من دم واحد. بصي. انت مين؟ طب يلا اطلع الوقت عشان في حد بيراقبنا الظهر. يلا اطلع، في حد بيراقبنا. مفيش حد بيراقبنا. في كواسيس هنا. مفيش كواسيس. انا اللي بقول لك انت مين. اتكلمي تاني كده. انت مين؟ هو انت اللي بتتكلمي ولا؟ ايوه. لا والنبي. بس انا عرفتك. إيه؟ انت محروس. محروس؟ محروس. انت محروس يا ست محروس. مين؟ انا الليمبي. انا الليمبي. ليمبي؟ ايوه. مش مهم ليمبي او محروس، المهم الدبانه على كتفك. بقضيك يا أسألك سؤال، هو انت الامير الزينات حكمة العرش اللي هتقعد المفروض على العرش بتاع مصر؟ ايوه انا زينات الوريثة الشرعية. لا والنبي. ايوه. وايه اللي بيحصل ده؟ فرحانة يا محروس. يا ست محروس مين؟ قلت لك انا الليمبي. ليمبي؟ الله يخرب بيت ام محروس. طب يعني ازاي يعني ابقى متأكد ان انت فعلا هتبقى قاعدة على العرش؟ الدبانة بتقول كده. لا والنبي. هي الدبانه دي بتتكلم؟ ايه هو في دبانه بتتكلم؟ انت عبيط؟ انا برضك اللي عبيط. ايوه. المهم هنعمل ايه دلوقتي عشان ابقى ملكه مصر؟ يا حظك يا مصر، يا حظك الاسود يا مصر والشعب اللي بيتبهدل كل شويه. بقولك يا اميره زينات، انا من رايي كده تعيشي مع الجردل والمكنسه فوق وتلعبي مع الجواري، ها؟ وتعيش حياتك وترد باسمتك بقى كده. الشعب مش محتاج بهدله تانية اكتر من كده. لا مستحيل، انا لازم انقذ الشعب من الظلم والاستبداد. كفايه انهم خلقوا عين حمامه. يا حبيبي يا حمامه. انت يا بنت عندك كهرباء زياده ولا عبيطه؟ انت ايه؟ بس اهدي، هجيب لك بطاطس وهجيب لك طعميه وكل حاجه ولحمه وكل حاجه، خلاص؟ ماشي؟ بس اهدي شويه. دلوقتي انا هساعدك عشان خاطر تمسك العرش، والله يكون في عون العرش اللي هتمسكيه ده. بس امانه عليكي تطلعيني براءه، لان هم مورطيني في جريمه كده طربال وشجره الرز، وانا ماليش في الكلام ده.
وانا جايب المفتاح افتح الباب واخش اخد الكنز بتاعي واشوف السر اللي عند عم هارسه ده واخد بعضه وامشي على السيده زينب. انا تعبت عايز امشي يا سياده الملكه الاميره. ماشي يا حبيبي ما تزعلش اتفقنا. على فكره انت لذيذ. حزب البلكونه هتبط. يا ترى مين اللي هيمسك العشر بعدها؟ لقد جمعتكم هنا اليوم لأقف على أعتابكم وأذكركم بسبعة آلاف حضارة ورا، وشكلنا هنفضل على طول عمرنا ورا ولا بصراحة مش شايف في حاجة تانية جاية. لذلك جمعتكم هنا أيها الشعب من أجل أن أقول لكم يجب أن نحصل على الحرية الأمن والأمان. يعني عيش حرية حلاوة طحنية. مقصود كلامي إن دونت ميكس طعمية على بتنجان، عشان ده بيعمل حنوضة والحنوضة مش كويسة لأنك أنت بتبقى طريف ساعتها فيبقى إيه الوضع. وأنا النهاردة جاي أكشف لكم عن الحنوضة اللي أنتم مش عارفينها. البلد كلها عندها حنوضة. وأحكي لكم قصة قتل الأمير قمر الدين خشاب. كل سنة وانتوا طيبين. لمبي اسكتي أيتها الشمطاء. عاش السلطان اللمبي. اسكتي ولا تتفرخفخي بالكلمة. أيها الشعب، لقد طعنه طربال التي استكردته الملكة، ها، وقالت له أن يقتل قمر الدين كل سنة وهو طيب، فقد طعنه طعنة ويا لها من طعنة. ثم طعنه طعنة أخرى ويا ويلها ويا ويحها من طعنة غادرة، فقد لفه وطعنه طعنة في الببو. وما أدراكم ما طعنة الببو؟ إنها طعنة مؤلمة تأتي بالبواسير، وأنزلت منه الناسور في آن واحد. يا ويحي يا ويحي، هل هذا يعقل؟ لا، هيا بنا ائتوني بقاتل البواسير. لا انا ما قتلتش حد. الليمبي هو اللي قتل طبعا في الحب، وليكوا شايفين المساله مساله واضحه وضوح الشمس. قتل الامير قمر الدين علشان يمشي في جنازته وياخد مكانه الحكم. اقتلوا الليمبي الخان. اقتلوا الليمبي الخان. لا والله ما كده، ما صدقوش ده كداب والمصحف ده كداب. انا انت والله ده كداب، ما صدقوش يا جماعه انا غلبان. انا مش من هنا يا جماعه والنبي، انا من القلعه وسيده زينب. بعمل طعميه وفول وبتنجان مخلل وفلفل من اللي هو المقلي ده، عارفين اللي بيجيب النصور برضه. انا ويا ويا الله يخرب بيتك يا لمبي، بوظت التاريخ. ربنا يديك منك يا عم هريسه، انت السبب. الله يخرب بيتك على خرب بيت الكن. ايه انت هتعمل لنا فيها مجنون؟ مجنون ايه يا عم؟ هو اللي مجنون ولا هو اللي قتل ولا لا؟ وحياه ابوك اللي تقولي. صدقوا الليمبي، صدقوا الليمبي. شجره الرز هي اللي دبرت كل ده، شجره الرز هي اللي دبرت كل ده. ايه جاري ده اخيرا ظهر الحق. عاش الامير لمبي. عاش الامير لمبي. ودوه على القبر هناك. دخلت من هنا في الشد، اضربيها بالمبقاب، حطوه في التلاجة. انت فين يا زينات؟ انت فين يا لمبي؟ ايوه انا هنا يا حمامة. انت فين يا زينات؟ انا هنا يا حمامة. انت فين؟ انا هو يا حمامة. انت فين يا لمبي؟ انا هنا يا حمامة. انت فين؟ اهو يا حبيبي. فين؟ زينات فين؟ انا هنا. زينات انا هنا يا حمامة.
يوسف هي وحلاوتها هي. امال فين فين الليمبي؟ ما انا اهو انت ما بتشوفش ولا ايه؟ انت فين يا ليمبي؟ انا اهو يا حمامه. بقول لك ايه يا ليمبي؟ ايه؟ خلي بالك التتار جايين. التتار جايين؟ حاضر. التتار جايين يا ليمبي. حاضر حاضر حاضر. خلي بالك يا ليمبي. حاضر ما هخلي بالي خلاص. قولي له يا زيناد. يا عم التتار جايين يا عم. انا خلاص عرفت يا عم ده الحرب. يا عم الحرب يا زيناد. يا عم عرفت يا عم. انا الطلاب بالثلاثه عارف التتار. الله يخرب بيت ام التتار عليهم. التتار جايين يا ليمبي. هو يا اخي ما قلت انا خلاص بقى. ده انت سعيد قوي زعلت الكلاب ليه كده؟ التتار بس خلاص انا هقولهم. التتار جايين يا لمبي. استنى بقى يخرب بيت ام التتار على اليوم اللي جبتك فيه. يلا قول. يا ده حبيبي يا عم انزل هو ده ناقصه خنقه هتقولي اوه خلاص. الله يا شعب مصر المحبوسه احب اقدم لكم الاميره بتاعتكم الجديده اللي هتجلس على العرش والمتحدثه عن الدايره بتاعتكم دايرة السيدة زينب رمز الهلال الحاجة زينب علوي. عاشت الأميرة زينب علوي. يحيى الأميرة زينب. يحيى الأميرة زينب. عاشت الأميرة للطبقة الكبحة. الحرب يا لمبي. يا عم اقعد بقى اقتلوه يا جدعان الراجل ده والمصحف هو ده اللي شغل مع البلاد. يلا قول لهم بقى حاجه بقى. طب انا هعمل ايه دلوقتي؟ قول لهم بقى ما انت الاميره هتقعدي بقى. لا في حرب فجأة. في حرب فجأة؟ ازاي يعني ما لازم تحكمي. خش عليهم على طول اذا في حرب فجأة. قول انت قول. قول لهم انت كلمتين. قول لهم كلمتين. قدمني قدمني. الاميره زينات علوي عايزه تلقي خطبه حماسيه عن اهل دايرتها. اتفضلي قولي. تقدموا الى الجهاد الى السنديدة. لا اطلع اطلع فوق. يلا سندباد ايه احنا ايه فاتحين كارت الاسبستون ليمبي. نعم امين. اه ليمبي عم هريسه. ليمبي حبيبي عم هريسه. التتار على الابواب يا عم. ما انت هتخنقني انت كمان. طيب بس انا حاسس بضعف. ايوه ضعف. ومعنى كده اني اجلي. ايوه قرب يقترب. يا الف بركه. تعالى بقى خدني من المكان الحر ده. تعالى عاوز اموت في القصر. تعالى حموتك موت عسل. تعالى عاوز اموت في اي حته. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. يحيى شهيد. يحيى شهيد. عاشت مصر حره مش نحن. يلا 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 اخليني شويه الف يا بنت. يلا بقى. انت سايله قوي. الله. ايوه نجحت. انا بنجحت.